معنا من عمان الرائد عصام الريس الناطق الرسمي باسم فصائل الجبهة الجنوبية. مرحبا بك معنا رائد عصام. دعني أسألك بداية، هذا التحرك الكثيف لقوات النظام والقصف المتواصل على درعا وريفها، بالمقابل ماذا تفعلون؟ كيف تتحركون لمواجهة هذه الهدمة العنيفة والمتواصلة على درعا وريفها؟ تحية لك أستاذ المشاهدين. طبعاً أثبتت الأيام الماضية بأن قوات المعارضة استطاعت أن تصد هجمات النظام المتكررة، وهذا الإصرار وسياسة وصول النظام لسياسة الأرض المحروقة هو نتيجة فشل الاقتحام البري. عندما يصل النظام إلى هذه السياسة الأرض محروقة واستخدام أكثر من 130 طلعة جوية خلال أقل من 10 أيام، أكثر من 475 صاروخ فيل خلال 10 أيام الماضية، وأيضا زاد عدد القذائف المدفعية الثقيلة عن 350 قذيفة، هذا كله بالإضافة لأكثر من 350 أكثر من 475 برميل متفجر خلال هذه الطلعات. فيعني هذا الكلام دليله استخدام النابالم بالأمس والأيام الماضية، النابالم الحارق، يعني فشل إنجاز البري. هي فهمناها رائد عصام. عن تحركاتكم أتحدث أنا، عن داعميكم، ما الجديد، ما المخطط القادم ربما لمواجهة هذه الحملة؟ يعني كل ما جرى في المنشية سابقا جرى بقرار سوري وبدون معزل عن الدعم وغير الدعم. يعني موضوع الدعم أصبح أمر ممل الحديث عنه، لأنه معروف بأنه شحيح وقليل ولا يكفي وليس من نوعية السلاح، وأصبح الحديث عن ذخيرة تواجه طائرة روسية حقيقة يعني لا يوجد توازن في الوصف أو في المقارنة. وبالتالي موضوع القرار الذي تم اتخذه فصائل الداخل هو الدفاع عن هذه الأرض مهما كلفهم الثمن. لا يمكن السماح لقوات النظام أن تستعيد أي قطعة من درعا أو تضع درعا تحت الحصار، لأن السياسة واضحة وسياسة النظام يحاول إطباق حصار على مدينة درعا من أجل إذلالها كما فعل في حلب. هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن للنظام أن ينصر فيها. منذ انتهى من حلب، هو بكل هدوء انتهى من حلب وتفرغ الآن لدرعا والمنطقة الجنوبية، صحيح؟ الحقيقة انتهى من مناطق كثيرة ليس فقط من حلب، ولكن هو يضع المنطقة تحت الحصار. يعني السياسة المتبعة سياسة الجوع أو الركوع، وبعد فترة معينة من هذه السياسة يقوم النظام بطرح المصالحات وما إلى هنالك، وعملية تهجير السوريين واستبدالهم بميليشيات إيرانية وبجنسيات أخرى غير سورية. إذا ما نفعله اليوم، نحن نصد هجوم ومحاولات النظام لقسم ريفي درعا إلى شرقي وغربي وعزلهم عن بعض، وأيضا محاصرة المدينة. نحن بخلال صد الهجوم الذي يجري كل يوم على مخيم درعا والأحياء المنشية وأحياء درعا البلد، نتجنب وضع كل هذه المناطق تحت الحصار. لذلك التجار يتحملون مسؤولية عالية ويعرفون ما معنى أن يستطيع النظام التقدم إلى درعا وما أهمية هذه الاستراتيجية، عاد عن أهمية الرمزية كونها مهد للثورة. شكرا الرائد عصام الريس الناطق الرسمي باسم فصائل الجبهة الجنوبية، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.